فرقة نوايا معروفة ومشاركة في برشا مهرجانات، وخاصة هي معناها أولاد بلادنا، وإن شاء الله تكون ليلة بمزيانة وحلوة. وحاتم معروف في الأعمال متاعه، دي باساج مزيانين وحفلات ممتازين إن شاء الله. والله جينا باش نحضروا الليلة الحفلة إن شاء الله، إن شاء الله معناها نجيب بس للصغار يتفرهدوا. والله ما مبيه مهرجان الفسقية هذه دورته ثانية، صدقني خير من الدورة الأولى، الدورة الثانية تحسنت برشا، سيرتو اللي عملوا النشاطات تاع المسرح للصغار والنادي الرسم، يعطيهم الصحة وإن شاء الله ديما يتحسن. إن شاء الله إن شاء الله يكون سبيكتاكل باهي، ماذا بينا إن شاء الله يكون خير من السبيكتاكل اللي فات نتاع سبيس تون، اللي هو التنظيم ثم ماشي العباد كيفاش توقف لحد شيء. إن شاء الله يكون سبيكتاكل مزيان وكه. بدات العروض الكل معناها ما شاء الله مريقلة، من التنظيم أمور واضحة، معناها كل شيء مزيان، وحاجة جديدة هذه معناها احنا فرحين بها، اللي ولات في القروان واللي كان سبب معناها باش تكون الشيء هذا مش بالسهل باش يجي، خاطر التنظيم عنده حساب وبرجع ما شاء الله. بالأخص كل ليلة معناتها كما البارح حضرت على بلتي في استاد، وبرشا عروض حصيروا عامل ان شاء الله برنامج. انا كنت انت تحضر العرض تتشجع باش تمشي تحضر العرض الثاني، ما شاء الله مبرمش لانه مش نمشي نحضر نوردو في زاد استاد كريم الغربي، انا باش نكون في برشا عباد باش يجيو في دار الثقافه قروان، وحاجه مزيانه ان شاء الله كل عام مثال كي تصير كيما هكا زاد حتى في القرواني يولوا يعملوا حاجات جديده ما خير، فهمت؟ باش كيما مثال السنه في الفسقيه يحضروا ركح باهي مزيان، باش حتى العباد اللي مش تجي خاطرته كل عام مش كيما عملوا السنه اكثر عباد يولوا يعملوا برنامج باش حتى اللي مش يجي يولي يتفرج ما يقولش اش بيه هكا معناها اش صار. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.